أظهرت بيانات أمريكية أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا طفيفا في أكتوبر الماضي رغم إضافة الاقتصاد الأمريكي 204,000 وظيفة. وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة العمل الأمريكية إلى أن مراجعات التقارير السابقة كشفت أيضا عن توفير ما يقرب من 60,000 وظيفة إضافية في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، لافتة في الوقت نفسه إلى عدم ظهور أثار ملحوظة لتوقف أنشطة الحكومة الاتحادية أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي الذي تعرضت له البلاد خلال النصف الأول من أكتوبر الماضي.